قيمت وسائل الإعلام السعودية بشكل عال الإنجازات التي حققتها زيارة رئيس الصين شي جين بينغ إلى دكا، وقالت إن جميع البلدان التي تقع على طول طريق الحرير ستستفيد من التنمية الصينية المستقرة ومبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير البحري. بثت القناة التلفزيونية السعودية برامج خاصة عن الثقافة الصينية والتنمية الصينية، وقال الشهري مدير القناة إن كل من الصين والسعودية بلد عريق الحضارة، ويجب تعزيز التعاون الثنائي بينهما في التبادلات الثقافية وتبادل الأفراد، إضافة إلى مجالي الطاقة والعلوم والتكنولوجيا. أنا معك أنه الاتصال الثقافي بين المملكة والصين ودك أنه يكون أفضل وأقوى، وهذا اللي بيصير إن شاء الله، ونتأمل خير من الزيارة هذه لأنها سيعقبها خطوات أخرى. لا يخفاك أيضا أنه المملكة العربية السعودية كبلد بترولي قوي جدا وعضو في مجموعة 20 الاقتصادية، وهي أيضا شريك لكم، وأيضا هناك أمور كبيرة بين الشركات والمؤسسات والمواطنين في البلدين، يعني هناك أيضا مجالات كبيرة. يعتقد الشهري أنه على الرغم من أن كل من الصين والسعودية أهم شريك تجاري للآخر، إلا أنه في مجال التبادلات غير الحكومية فإن الكثير من السعوديين لا يدركون الوضع الحقيقي للتنمية الاقتصادية السريعة في الصين، كما يأمل في أن تلعب وسائل الإعلام دورها المهم في تقديم المعلومات عن البلد الآخر للمشاهدين. العلاقة مع الشعوب أيضا تدعم العلاقة السياسية، وإن شاء الله يكون فيه يعني فرص واتفاقات كبيرة جدا، وخاصة أيضا السعوديين شعب يحب السفر ويحب أيضا الاطلاع، وأيضا هناك رجال أعمال كثير وعندنا لجان مشتركة معاكم، فأنا متفائل كثير إن شاء الله بالقادم. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ سويا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واعتقد نادر حسين المدير الفني للإذاعة السعودية أنها لحظة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية، وهذا يدل على أن الترابط بين البلدين سيصبح أوثق فأوثق. هذا وقد ذكر خلال اجتماع الرئيس شي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن دول الخليج تستفيد من مبادرة الحزام والطريق. أعتقد أن زيارة رئيس الشي للسعودية ستفتح قنوات ونوافذ جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المستقبل. تعد الصين شريكا حميما لنا، وهي دولة صناعية مهمة، والتنمية الصينية المستقرة ليست مهمة جدا بالنسبة للسعودية فحسب، بل كثير من الدول في جميع أنحاء العالم أيضا.